بعثة صندوق النقد الدولي ستكون في مصر الأسبوع القادم مطلع نوفمبر، وسيتم الاتفاق على مستوى الخبراء والإجراءات الاستباقية مع رفع سعر الفايدة وتعويم سعر صرف الدولار. سيتسرع من موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في واشنطن على قرض لمصر، وقد تكون الموافقة وصرف الدفعة الأولى في منتصف نوفمبر المقبل. وأوضح أيضا أن ما تردد أن القرض يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار لا يعتقد أنها كافية، لكن ذلك سيعتمد على الشركاء الآخرين الذين سيوافقون على دعم مصر، وينتظر لمعرفة الحجم النهائي للقرض. وتابع أيضا أن قرض يقل عن 10 مليارات دولار سيكون رقما غريبا، لأن الاتفاق عميقا جدا في إصلاحاته وطويل الأجل. وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع سعر الفايدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي قام فيه برفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%. وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني أن الهدف من رفع أسعار الفايدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل النمو والسيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض. وأكد البنك المركزي المصري أنه اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصاد مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر صرف الدولار قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخيرة بواسطة قوة العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وقال المركزي في بيان اليوم أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم تشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأوان الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق ثم ستتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري. وأضاف أيضا أن السوق المصري واجه تخارجا لرؤوس أموال للمستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع أسعار وأضاف أيضا بحسب ما جاء في البنك المركزي أنه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخيرة بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق الاستقرار للأسعار. وبالتالي سيتمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافة من الاحتياطات الدولية. وأكد التقرير على أنه سوف يقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022. الاعتماد الأساسي على المستندات في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لهذا في ديسمبر 2022، ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظير المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% زائد 2% نقطة، ومن المتوسط خلال الربع الرابع من عام 22. وأكدت اللجنة أن الهدف من رفع الأسعار هو احتواء التضخمات والنتيجة عن جلب الطلب وارتفاع معدل النمو. وقال عدد من المتداولين انه جرى تداول الجنيه المصري الاثنين في السوق الموازية عند 33.5 مقابل الدولار الامريكي مقارنة ب 31.5 في مطلع الاسبوع الماضي. وقال هؤلاء الاشخاص الذين طلبوا عدد من الكشف على هويتهم انهم يسعون الى تخزين العملات الاجنبية قبل اي انخفاض محتمل لسعر الصرف الرسمي. وهناك توقعات من البنوك العالمية لتراجع أكبر للجنيه المصري، حيث كانت مصر أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، خفضت قيمة عملتها على 3 مرات في العام الماضي، وذلك في إطار التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة في أعقاب فترة طويلة من استقرار العملة. وبلغ سعر صرف الجنيه اليوم نحو 30 جنيه 73 قرش للشراء. وتواجه مصر أيضا أزمة نقص العملات الأجنبية وهو الأسوأ منذ سنوات، ففي ظل هذا
تزايد الضغوط على الجنيه المصري في الأواني الأخيرة، حيث تسعى البلاد بشكل حثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلي. وهناك تهدف تعزيز مواردها المالية التي توصلت إلى إنفاق قيمة 3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى 13 مليار دولار من الودائع، حيث حصلت عليها من دول الخليج الحليفة والغنية بالطاقة، غير أن هذا في الدول المحلية. وقبل تقديمها المزيد من التعهدات الاستثمارية، تطلع لرؤية المزيد من الوضوح بشأن المسار الذي يسلكها الجنيه المصري، كما تنتظر ما يبث أن السلطات تقوم بإصلاحات اقتصادية عميقة. ومع ذلك فإن غالبية المدفوعات المصرية تسدد إلى منظمات متعددة الأطراف بقيادة صندوق النقد الدولي، ويبلغ مجموعها 2.5 مليار دولار هذا العام و15 مليار دولار بحلول نهاية 2026، مما يعني أن مصر ستضطر إلى دفع 10 مليار دولار على الأقل لصندوق النقد الدولي وفقا لبرنامج EFF الجديد ووفقا لحسابات HSBC. وهو يتزامن أيضا مع مؤشرات أخرى حديثة، وعلى أن الاقتصاد لا يزال صامدا وأن التضخم يظل مرتفعا. وفي العام الماضي أيضا رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفايدة الأساسي بأسرع وتيرة منذ 4 أعوام بحوالي 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عام، إلى أن إنفاق المستهلكين والتوظيف والنمو لم يهدأ بعد. وقال أيضا العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنهم أضاف جنينا أنه دائما ما يصاحب تحرير سعر صرف المفاجئ المتوقع حدوثه خلال دقائق قليلة، رفع أسعار الفايدة الآن لمنع الدولار وتشجيع البنوك على طرح أدوات ادخارية، ويتزامن ذلك مع طرح الدولار البنك المركزي شهادة ادخارية بفائدة 3 سنوات بسعر عائد 17.5%، مشيرا إلى أن البنك المركزي قد يكون اتفق مع صندوق النقد الدولي على تدخل محدود في سعر الصرف باستخدام جزء من الاحتياط الأجنبي مع الحفاظ على الحد الأدنى للاحتياطي، قد يكون التدخل بنحو مليار دولار أمريكي، حيث سيحدث تذبذب في سعر الصرف على مدار الجلسة. وأشار أيضا إلى أن الأسعار الأخيرة في السوق السوداء تتراوح ما بين 27 و28 جنيه في مصر. وقال أيضا إن